time for the Ghana Black Meteors. They take on Algeria here away from home. We'll have a look at the highlights. Ghana versus Algeria for a chance for the AFCON under 23. As usual, subscribe if you have not. Click on the notification bell to get more updates. قرار وجب أن يتحرك أكثر هو رفقة بالخير لأنهما يبقيان الحل بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري اليوم في ظل هذا التكتل وفي ظل هذا الانتشار وفي ظل هذا التمركز من جانب المنتخب الغاني الذي لم يعودنا على اللعب بهذه الطريقة. تغيير اتجاه اللعب إلى أين سهلة في متناول دفاع المنتخب الغاني. إضافة من التماس جدا شاهد كسيل أبو عالية، ممكن جدا شاهد نجم الاتحاد أيضا هائت الحاج. هناك أسماء مميزة ورائعة وعندها قيمة كبيرة جدا فنية خاصة من جانب المنتخب الجزائري، قد تأتي بأكلها في الشوط الثاني لحظة دخولها بحول الله. كرة أمامية ضغط قليلا يا بكرار، ولكن الحارس رائع جدا صراحة، كلمة لازم نقولوها بكل روح رياضية. الحارس دلال إبراهيم يلعب بشكل رائع بالأقدام، وهنا أهمية كرة القدم الحديثة والعصرية التي تتطلب من الأسرة بن شعة. وتفطن اللاعب الغاني في اللقطة الماضية، لا عليك، عادت كرة لمصلحة المنتخب الغاني والانطلاقة بوسطة جيلي يحاول المرور، وهذا عفوا زوبايرو إبراهيم. غانية دائما للمهاجم إرنست نواما، للحظات فقط عادة جزائرية، يحتار لمن يمرر هذه الكرة ثم يقدمها إلى جهة اليسرى. سهلة جدا، حذاري من أن تدخلوا فور الوقت القوي اللي كان عند المنتخب الجزائري، حذاري من الكرات في الخلف. وخرج حارسنا بلهمدي فعلا خرج في التوقيت كوقت بدل ضايع، طبعا نتيجة سقوط لاعبنا بن شعة اللي قام بالسلامة على الجهة اليسرى من الهجمة الجزائرية. كرة أمامية جزائرية صعبة على الجهة اليمنى، سهلة في متناول المدافع أليكس صارفو. إلى أين قال حكم المباراة إلى ركلة مرمى. جزائرية دائما في منتصف الميدان، ياسين تطراوي طويلة أمامية باتجاه بوراس، وبقرار تغذية دفاعية عادت إلى بوراس. يلا يا بوراس، التسديد ببوراس، فرصة يا بوراس، رفعت الكرة في منطقة كان بإمكانك أن تسدد بالشكل المباشر هنا. إلى أين أنتم ذاهبون والحكم أعطاكم ركنية؟ شوية حيلة شوية ذكاء، يلا هو البحث سيكون من دون شك عن أول أهداف المباراة. لعبت قصيرة، كرة ثانية فوق أرضية الميدان، فعلا حكم المباراة سيوقف اللعب لتنفيذ الركنية. لعبت قصيرة مرة أخرى لمصلحة بوتواو، التوزيع قد تأتي هنا مرة أخرى، لمسة وحكم المباراة قريب يعلن عن وجود مخالفة لمصلحة المنتخب الجزائري. الأولاد تلعب حظوظنا رائعين فوق أرضية الميدان، كانت عندنا الثقة أكبر وكانت عندنا الأفضلية في بعض أوقات هذه المباريات، فبالتالي استغلال ذلك مهم جدا. هذا مدربهم إبراهيم تانكو، قلنا سبق له اللعب في صفوف بوريسيا دورتموند. هذه الإعادة طبعا الأخيرة والتوزيع الرائع التي كادت أن تغالط الحارس دانلاند إبراهيم، المدرب اللي يعرف البوندسليغا، فرايبورغ وبوريسيا دورتموند، وبطاقة صفراء لمن 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 طبعا لمدرب اللي تحدثنا عليه منذ لحظات، مدرب منتخب غانا إبراهيم. يجب أن نقول الحق، صراحة هدف من أروع ما يكون، هدف عالمي في شباك الحارس بلهندي على طريقة باعوش مرة أخرى، يرجع إلى الخلف تماما للمدافع الذي يحاول كرة، لا تريد أن تزور شباكهم مرة أخرى. العرضية والتسديدة من بو عالية، والمتابعة جاءت أيضا من بو طوطاو، لكن الحارس كان قريب. ولدينا موعد آخر هنالك بأكرة مع تبقي 8 دقائق عن نهاية المباراة، بقوة كبيرة سدد بخوش. Can I share those wells? Yeah, all to play for in the second leg at the Papaya Sports Stadium. I'll see you guys in the next one. Enjoy your day.